موضوع النموذج التنموي لابد أن نبدأ من حيث يجب أن نبدأ. هذا ورش أساسي مهيكل، الحمد لله اليوم انتهى بالتقرير العام الذي رفع إلى جلالة الملك، ولا شك أنه سيساهم في القطيعة مع النموذج التنموي السابق، وهو مهم من حيث مخرجاته خصوصا الجديدة والنوعية. يبقى اليوم الرهان هو أن كل الجهات من المواقع المختلفة أن تساهم في حسن تنزيل هذا النموذج التنموي رغم ملاحظتنا عليه، لأن طبعا هذا جهد مقدر، ولكنه في النهاية يعني فيه أمور تثير الملاحظة. وقد أطرت لدينا ملاحظة في حزب العدالة والتنمية خصوصا فيما يتعلق بمكانة وحضور البعد الديمقراطي والسياسي الأحزاب السياسية. أن التقرير سأل مجموعة من المنظومات المؤسساتية وحتى اللي يمكن نقدروا فيها نوع من الحرج إلى الأحزاب السياسية أخذ منها مسافة. هذا التخوف والتوجس ما لم نرى له داعي ولا منطقا. ما كاينش شي مؤسسة فوق النقد والمساءلة والمقاربة، والحال أنه عندنا في الأدبيات والأكاديميين والسياسيين طالما نتحدث عن المشهد الحزبي بما له وما عليه. في ذلك هذه مناسبة جلالة الملك، يعني في أكثر من خطاب تحدث عن المشهد الحزبي وما فيه من أعطاب، وقالها جلالة الملك على سلطة في البلد. في ذلك ما كانش ضروري يكون نوع ديال التهيب من مساءلة المشهد الديمقراطي والحزبي بما له وما عليه مرة أخرى. هذه ملاحظة، ولكن المهم عندنا حزب العدالة والتنمية سوف ينخرط إن شاء الله إلى جانب كل القوى في تفعيل هذا النموذج التنموي من حيث مخرجاته المهمة جدا. ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. أيام 24 عيونكم التي لا تنام.